اليوم المبارك يوم الأربعاء لسبع بقينا من شهر جمادى الأولى لعام 40 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق للثلاثين من شهر يناير لعام 19 و2000 بالدخول الجريجوري، وانتهينا من مناقشة الرسالة. وهذا فضيلة الأستاذ الدكتور المعتصم المطري، جزاه الله خير على ما قدم وأفاد وأجاد، وجعل الله ذلك في موازين حسناته ورفعة لدرجاته. كلمة للطالب يا دكتور. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد طالب نماري علي قدم رسالة مميزة، رسالة قيمة، تتحدث عن أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتناول في هذه الرسالة موضوع من المواضيع المهمة التي لها علاقة بواقعنا الآن، هي الهوية الإسلامية التي كانت